والله غريبة، ليش لا يقفل عليها باب البيت؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. لا يكون من هدول الرجال اللي بيغاروا كثير على نسوانه. لا ماله هيك، يعني مثله مثل كل الرجال. إذا خايف عليها كل هالقد يجيبها لعنا من بكرة الصبح ويرجع ياخذها بعشية، يعني والله ما بيجوز يقفل عليها الباب هيك كل النهار لحالها. معك بدي احكي معك كلمتين. خير تقبريني احكي. يلا رح ساوي لكم قهوة. شوفي شغلتي لي بالي. انا حبله من امتى؟ لي شي شهر حاسه على حالي. وليش ما حكيتي؟ شو بدي احكي لك امي، ناقصنا مصايف فوق راسنا. هيك الله يصلحك يا مو، هيك خبر ما بيتخبى. والله بعرف، بس قلت لحالي بركضهم تتصلح الامور بيني وبين عادل قبل ما احكي لكم. يعني يا مو شو ما كان، الأصول بيت حماكي هن أول ناس يدروا بهيك خبرية. إن شاء الله لك أمي، والله مو متحملة، لا تزيدي علي. بعرف إنه الشغلة مو وقتها هلأ، شو طالع بإيدي أعمل؟ هيك الله رايد. ما بيجوز تقولي هيك يا مو، هذا الولد نعمة من عند رب العالمين، قولي الحمد لله. الحمد لله. ألف مبروك تقبريني، إن شاء الله عقبال أمتك بالسلامة والخلقة التامة يا رب. يا مبوس إيدك، ما بدي ابنير ما بلا أبو. لا تخافي يا مو، لا تخافي، أنا رح أحكي مع عمك أبو سمير، إن شاء الله بيلاقي حل مع عادل بإذن الله. يو مين عم يرمي حجار على بيتنا؟ خير شو في؟ هي اكيد مريم هي اللي زدت الحجار. مريم لا يكون هالبنت صاير مع شي. هل بده فارس يرجع للضيعة؟ وغير هيك ما بيرضى يطالع ابن من الحبس. يا عيب الشوم عليه، مو هيك كان اتفاقنا معه؟ الله وكيلك نكر كل شيء. طولي بالك يا مو، لا تزعلي حالك حبيبتي، انا بحكي معه. يا مو طول ايده علي. صار لك شيء؟ لا ما صار لي شيء، بس صرت خاف منه. لا تخافي، بس يرجع انا بعرف كيف وقف عند حده. طولي بالك يا مو طولي بالك، أماني ديري بالك على حالك وإن شاء الله ما بيصير لك الخير. ألف مبروك سلفي. ألف مبروك، إن شاء الله بيربى بعزك ودلالك. شبك كأنك ما سمعت كلام نسوان أخواتك. بس يا بي أنا ما بدي. شو اللي ما بدك يا؟ ما بدك ترجع فاطمة؟ انت بتعرف انا جيت لحد هلا ساكت عليك وما عم بجبرك ترجع لفاطمه؟ قلت لحالي لا تقسى عليه، لانه الرجال لما بيعيش مع مرته تحت سقف واحد هالشغله ما بتصير غصب. بس هلا صار في ولد، وضلوا لك عادل اغلى شيء بالدنيا، انت واخواتك اغلى من عيوني. بيهون عليه؟ بيهون عليك ابنك يتربى بعيد عنك؟ اكيد ما برضى ابني يربى بعيد عني، بس هذا شيء واني رجع فاطمه شيء ثاني. لك والله اللي عملته فاطمه واهلها بوقت الشده تبعنا ما بينتسى، وقفت معنا البنت ادميه، ولك والله حرام تفرط فيها. ولك عادل معك حق تكون مجروح، بس جيب هالبنت يلي الله رزقك فيها، هي تداوي جروحك. يا ببوس ايدك حاجة تجور علي، العالم وقت بدها تجوز اولادها بتجوزهم بنات مستورة، مو وحدة عايبة. عادل اسمعني منيح يا بي،
أنا هاي البنت ما بقى بدي إياها، وإذا بدك تضل ترك علي فيها رح بترك البيت والحارة وهج. رضاي عليك، سكر الباب واقفله. بدل ما هديت الحاله بدنا نروح لعند ابو العز نسلم عليه. خلصنا بقى يا بيك، خلصنا، شفناه بالكراكون وسلمنا عليه، شو نعمله مزاق؟ ابو الاحلام شوف الحبيب. لك هذا عمك ابو مرتك، بدك تقوم بواجبك. خلص يا بي، خذ اخواتي وروحوا انتو، انا عفيني منها. قال لك انه حرمته حامل؟ لا والله، الف 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 مبروك. ما انا مرتي، حاجه تقول انه فاطمه مرتي يا بي، فاطمه ما انا مرتي. يا بي بوس ايدك سامحني، كلمة هيك وطلعت معي بالغلط. الله يسامحك يا ابني، الله يسامحك ويهديك. لوين لوين لوين؟ مالك شايف لحالي برا؟ سامحني يا ابي، ان شاء الله سامحني. كيما وكلمتين بركي بيسمع منك. دمعك يا عين بيطفي حزنك يا روح، روق.